سيتحرك العالم من حولنا نستطلع ذلك مع رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي. رائد أهلا وسهلا بك دائما يعني، ونهنئك وأنفسنا باحتفال سي إن بي سي عربية وأنتم شركاء أساسيين في سي إن بي سي عربية. ودعنا نذهب إلى الأسواق. أنت تعلم أن اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مقبلة، وبالتالي أعين الأسواق على هذه الاجتماعات. يعني التوقعات تشير إلى رفع معدلات الفائدة هذه المرة، إلى أي مدى تتشاركونهم هذه التوقعات؟ بداية طيب التهنئة لك ولجميع الزملاء الموجودين معك في شاشة سي إن بي سي على مناسبة مرور 20 عام لهذه القناة المتميزة، وطبعا نفخر بأننا شركاء لهذه القناة التي تسهم في عملية تقديم المعلومات الاقتصادية للمجتمع العربي. إجمالا بالنسبة أو عودة سريعة للأسواق، الأسواق تنتظر قرار الفيدرالي بشكل مهم جدا خلال تعاملات هذا الأسبوع. الاحتمالية رفع أسعار الفائدة بدأنا نراها في السوق من نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حقيقة مع قوة في الدولار الأمريكي بشكل واضح، واحتمالية رفع سعر الفائدة أصبحت نوعا ما تؤثر بعودة الدولار الأمريكي الذي كانت تتضغط في الأسبوعين الأخيرات من جراء بيانات التضخم التي جاءت بشكل أفضل من المتوقع عن صح التعبير، لأنه حقيقة هي أقل من التوقعات ولكنها تقترب من الهدف عند 2%، وبالتالي يعني كان هناك الدولار الأمريكي تحت ضغط شديد أنه لا حاجة لرفع أسعار الفائدة. ولكن مع اقترابنا أكثر ونتذكر ما صرح به أعضاء الفيدرالي الأمريكي وعلى رأسهم جيروم باول بضرورة وصول المستهدفات إلى 2%، وأن خطة رفع سعر الفائدة مرتين خلال تعاملات هذا العام لا تزال على أجندة الفيدرالي، أعتقد السوق عاد ليسعر هذا الأمر مرة أخرى، وبالتالي يترفع سعر الفائدة وارد جدا ب 25 نقطة أساس على يعني طبعا كذلك الأمر بالنسبة للمركز الأوروبي. طيب يعني رأيت برأيك قد تكون هذا أو هذا الرفع قد يكون هو الأخير خلال 2023 أم نشهد رفع آخر برأيك؟ من الناحية الفنية نعتقد أنه الرفعة الأخيرة يجب أن تكون هذه الرفعة، وحتى لا يوجد حاجة لهذه الرفعة، لأنه عند الأسعار الفائدة الحالية تمكن الفيدرالي من دفع التضخم بنسبة 1% كاملة خلال القراءات الشهر الماضي، وبالتالي مع يعني وصولنا إلى الشهر الحالي أعتقد ممكن أن نشوف التضخم يتجاوب بشكل أكبر دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة. ولكن من ناحية الفيدرالي للتأكيد على وصول التضخم إلى المستويات المستهدفة، ومن الناحية النظرية في ما يتعلق بالتزامه بإبقاء أسعار الفائدة مرنة الاتجاه الصاعد تحديدا حتى يصل التضخم للمستهدفات ويعني تغطية للوعود السابقة، أعتقد فيقوم برفع السعر الفائدة 25 نقطة أساس ولن تكون مضرة للاقتصاد بشكل كبير. طيب وبناء على هذه التوقعات رائد، يعني كيف تنظر إلى اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة؟ هل تعتقد أن ينهي الذهب عام 2022 أو 2023 عند مستوى 2000 دولار أو فوق 2000 دولار خلال هذا العام؟ يعني أعتقد قوة الدولار الأمريكي مرهونة بشكل كبير جدا باجتماع يوم الأربعاء. أنا من يعني أراها إنه هذه هي الرفعة الأخيرة ولن يتمكن الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وبالتالي السيناريو الصاعد على أسعار الذهب الهابط على أداء الدولار الأمريكي إجمالا ممكن أن يبتدأ بتفعيله من يوم الأربعاء القادم، ومن ثم نرى مستويات أعلى على أسعار الذهب وبالتالي تكون كفيلة بالوصول إلى 2000 دولار للأونصة خلال وقت قريب. أن ينهي تعاملات هذا العام فوق 2000 دولار أعتقد هو الاحتمالية الأكبر والأبرز، لأنه سواء كان هناك رفعة جديدة في أسعار الفائدة أو سواء كان يعني هذا هو الرفعة الأخيرة التي قد تحدث، أعتقد كلا سيناريوهان يصبان في صالح قوة في الدولار في الذهب في الفترة القادمة، لأنه نحن نستشرف نهاية دورة تجديد السياسة النقدية ونستشرف بداية موجة صاعدة قوية على أسعار الذهب مستغلة لأداء الدولار الأمريكي الضعيف
نسبيا، وخلال الفترة القادمة ممكن يكون أيضا اقترابنا من نهاية التعاملات هذا العام يعزز الاقتراب نحو الملاذات الآمنة أكثر ونحو الذهب على وجه التحديد الذي يبدو بشكل واضح أنه مراكز الشراء عليه هي الأكثر خلال الفترة الحالية وحتى نهاية التعاملات هذا العام. نعم رائد، دعنا ننتقل للقارة العجوز إلى أوروبا الذي يبدو أنها حارة على كافة المستويات، أجواء وأصداء اقتصادية، مؤشر مديري المشتريات تراجع دون المتوقع، ضبابية أيضا في معدلات التضخم الأخيرة خاصة التضخم الأساسي، إلى أي مدى ذلك يعطي الضوء الأخضر للبنك المركزي الأوروبي في المضي قدما في تشدد أيضا آخر جديد؟ يعني مع نشاط قطاع السياحة ومع نشاط يعني مجموعة من القراءات رأينا أن مؤشر يعني أو نرى أن المؤشر التضخم ممكن يشهد بعض الضغط في الفترة القادمة، وارتفاع أسعار السلع ممكن يبقى يعني قلق كبير بالنسبة للقارة الأوروبية على وجه التحديد. ونرى نعلم تماما أن كريستين لاغارد وزملائها في المركز الأوروبي مركزين على نقطة رفع أسعار الفائدة بشكل شرس نوعا ما خلال الفترة القادمة، والأجريسيف أبروتش ممكن يستمر عنا لأسعار الفائدة بالرفع حتى منتصف العام القادم لإيصال مستويات التضخم نحو المستهدفات اللي هي بعيدة حقيقة إذا بدي أقارنها أنا مع مثيلاتها في القارة أو في الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد مسار رفع أسعار الفائدة في المركز الأوروبي طويل نسبيا، ولكن التضخم يعني أبطأ بالحركة بالاتجاه الهابط. نشكرك رائد الخضر وأنت كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويتي، شكرا على هذه المشاركة.